نهائي كاس عشر الابطال بدون فارق مغربي رغم انه تتعب تيضر خاطرك علاش ملي تهز الاعلام المغربي راه الوطن كله تفرح كيم اي نادي كان اليوم كره عرس كروي اليوم حنا جينا احترمنا الاهلي وكايزر تشيف مباراه بين كايزر تشيف ضعيفه خسرت بحصه ثقيله 3-0 وبين نصحوا الوداد راه فريق عريق وتاريخي وكبير وهما الرائدين هما والرجاء هما الرائدين في الكره المغربيه ونتمنوا كاع الانديه يوصلوا لهذاك المستوى باش جماليه كره القدم في بلادنا تظهر ونتمنى بان الوزيك يستدعي بانون راه الي اوجوردي مغربي كاين هو كاين الاعلام المغربي في التيران وتستاهل يكون في المنتخب الوطني راه ما كاينش بزاف هذوك المنتخب اللي داو تشامبيونز ليغ من غير حكيم جياش راه تشامبيونز ليغ الافريقيه راه صعيبه وما سهلاش وتبارك الله على الرجاء اللي دات كاس لاكاف وتبارك الله على الوداد اللي دات البطوله المغربيه وتنشكروا الجميع وتنشكركم نتوما كصحفيين ومبروك عيدكم بالصحه والسلامه وطول العمر واللي تميتوا في قلبكم.